بشكر قناة الأهلي على استضافتها ومتابعتها لفرقتي فريق نادي الطيران اللي هو أول مرة يشارك في البطولة الإفريقية في تاريخه. هو حضرتك المحاضرات اللي احنا بنعملها دي علشان تعوض يمكن قلة خبرات اللعيبة في البطولات الإفريقية للأندية، لأن حتى بطولات الإفريقية للمنتخبات تختلف عن الأندية وطريقة اللعب فيها، علشان حضرتك عارف المنتخبات أنت يعني بتختار أحسن لاعب في مركزه في بلد، لكن بيبقى الأندية بيبقى الموضوع مختلف شوية، بتعتمد على الجماعية أكتر، الخبرات وتصرفات اللاعب، تصرفات اللاعب أثناء المباراة محتاجة خبرات معينة. اللعب على المستوى المنتخبات مختلف على مستوى الأندية، لكن احنا عندنا فعلا عندنا مزيج من الشباب ومن الخبرات، بنحاول نعمل التوليفة دي وشغالين عليها من السنة اللي فاتت، من السنة اللي قبل اللي فاتت. الحمد لله اللي قبل اللي فاتت خدنا خامس الدوري، السنة اللي فاتت خدنا تالت الدوري، السنة دي خدنا رابع الدوري، واحنا ما عندناش لاعبين محترفين، كله صناعة مصرية صرف. معظم اللعيبة اللي عندنا، عندنا 7-8 لعيبة من أولاد النادي، من ناشئين النادي، والباقي بنطعم على مدار. طبعا حضرتك عارف ان احنا دلوقتي احتراف وعقود، عقد بينتهي ولعيب بيجي مكان لعيب، لكن عندنا 7-8 لعيبة، حوالي 8 أو 9 لعيبة تقريبا بالظبط كده، من أولاد النادي، صناعة من ناشئين النادي لغاية ما طلعوا الفريق الأول الحمد لله. يعني البطولة طبعا دي تعتبر مشاركة، أول مشاركة لنادي الطيران، وطبعا حاجة ما اتعملتش قبل كده لنادي الطيران، فطبعا ده بالنسبة لهم سبق. فان شاء الله ربنا يكرم الناس، مستواها كويس جدا، البطوله مستواها كويس. النادي الاهلي طبعا لما بينظم بطولات زي كده بيكون على اعلى مستوى، فرق كتير كلها كانت جايه مشاركه، وفي ناس طبعا يعني كانوا 32 فرقه بقوا 24 طبعا، فكل الناس عارفه اول ما النادي الاهلي بينظم بطوله فكله بيبقى عايز يجي عشان بيبقى عارف ان هي بطوله ناجحه ان شاء الله. 4 فرق المصريه اللي موجوده هم مدين روح للبطوله جامد. ان شاء الله من دور الثمانية هتبدا الماتشات القويه بقى ان شاء الله، يعني تبدا في البطوله. بصراحه شيء رائع جدا ان هم يقدروا ينظموا 4 بطولات ويطلعوا كل بطوله تطلع بالمستوى الهائل ده، ده لوحده انجاز يعني كتب لمجلس الاداره بصراحه. يعني الله يبارك فيك. ثانيا طبعا احنا عندنا، عشان احنا دلوقتي مش بنلعب باسمنا، احنا بنلعب باسم مصر، فاحنا هدفنا دلوقتي اللي احنا ال4 فرق يكونوا المصريه هي اللي تكون في المربع، وان شاء الله بقى الاحسن هو اللي ياخد البطوله يعني. بس ان شاء الله يعني عشان كلنا بنلعب دلوقتي باسم مصر، فاحنا هدفنا ال4 فرق تكون مصريه ان شاء الله. يعني عايزين بس نكمل زي ما احنا ماشيين كويس، مش عايزين بس، عايزين نصدق نفسنا اللي هو احنا اول مشاركه، بس احنا فرقه كويسه وعاملين انجازات حلوه لحد دلوقتي، دي اهم حاجه بس، ونكمل على كده ان شاء الله. طبعا احنا وصلنا له ده دلوقتي مش في يوم وليله، يعني احنا بقى لنا 4 سنين بنعمل في الفرقه دي وبنعد فيها وبنتعب فيها، بقى لنا 4 سنين من اول سنه خدنا 8 دوري وبعدين 5 دوري وبعدين 3 دوري وسنين فنشين رابع دوري. عندنا اصابات طبعا بسبب ضغط الدوري، بعديها افريقيا عندنا اصابات، 5 ماتشات ورا بعض طبعا كتير، بنحاول نريح نوزع الحمل على قد ما نقدر على كل الفرقه، في اي حد بره زي اللي جوه، ما عندناش حد بره وحد جوه، كلنا واحد يعني. فالحمد لله النهارده ربنا كرمنا، وربنا كرمنا في 3 ماتشات اللي فاتوا كده ضمننا صعود الدور الثمانيه. والله شايف المشاركات كويسه جدا، اول مره اعتقد تحصل ان 4 فرق مصريه تخش تلعب، وان شاء الله ال4 يوصلوا مربع ان شاء الله.